الآن مع محلات العطور ما شاء الله تبارك الله، ومع أخواننا في هذا المكان لبيع العطور الأصلية والممتازة. عطور ترتيب ماركات. أيوة، أشرح للناس عشان يعرفون. العطرين الغالي بمية وعطرة على وهدية. ما شاء الله تبارك الله. أي طيب تختار. إلى أحبائي المتابعين، وبعدين تخفيضات لأبو مطران، خاصة قناة أبو مطران. ليجي حتى هنا ويقول لنا أبو مطران والله وصلنا المكان والرجل شدد علينا. ممتاز. خلاص كلام رجال. تمام يلا كويس. وانت ما عنده نفس العرض؟ نفس العرض. كويس تمام. يعني حبتين بمية، واللي متابعينك حبه هديه. ما شاء الله. هيا بالله يا كم تسوى هذا يا جماعه. الان اعزائي المتابعين ليوميات ابو مطران، محاسي تروز ترى العنوان ها في نفس المهرجان للتسوق، وهذول متعاونين مع ابو مطران زياده على هذا، ويعطون هدايا ما شاء الله تبارك الله. والمكان روعة جدا، ومحل أنيق وحاجة فنانة. شوف العطورات اللي يعجبك تأخذ منه، ويساعدونك، وإذا ما ساعدوك يجي أرد لهم خبر وخلص، وانت فاهم معهم بعدين.